الممتاز تصل إلى الجولة 15 مباشرة إلى مدينة بيرمنغهام وملعبها التاريخي ملعب الفيلا بارك أستون فيلا، الفريق الذي يتواجد في المركز 17 هنا في بطولة الدوري برصيد 12 نقطة في ظهور أول لهذا الرجل الإسباني السيد أوناي إيمري كأول مدرب إسباني في تاريخ هذا، مواصلة الانتصارات، مواصلة السير إلى عن طريق الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، يحاول فيها غارناتشو لكن بعد ذلك وصلت خطيرة بالمحاولة بايلي، بايلي قوية الفيلانس يتقدمون في توقيت مبكر جدا مع البداية فان دي بيك، كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد وأيضا أليخاندرو غارناتشو، أوه يا ليساندرو، ليساندرو يخطي والكرة تعود والاندفاع موجود والصافرة والخطأ، اليونايتد يرتبك، اليونايتد بايلي يدخل من اليسار يتوغل ثم عرضية تاتي يسارية من الفرنسي، يسارية تدير قوية غير معقول، غير معقول، لوكادين في منتهى الروعة وفي منتهى راشفورد يحاول، ماركوس هداف الفريق في هذا الموسم، شو العرضية يا شو، العرضية يا شو، ولكن مارتينز يتصدى أعلى من الكل، أعلى من الجميع في اللقطة، كرة على طريق كازيميرو لمسة باتجاه رونالدو، وصلت خطيرة واتكنز، خطيرة واتكنز إلى بايلي، وصلت إلى رامسي، يحاول فيها رامسي أمام مدافعي دوغلاس، إيميليانو يحاول الآن الأرجنتيني ولكن الله على الوحش، كازيميرو كازيميرو كازيميرو، يحاول فيها بايلي خطيرة هذه المحاولة إيميليانو، كرة الأرجنتيني إلى خارج ولكن الله على الوحش، كازيميرو كازيميرو، أن تسطع في ملعب الفيلا بارك، هنا محاولة كرة اليمنى كرة عرضية كريستيانو ولكن بعد ذلك مارتينز إلى منطقة الجزاء ماتي كاش تسديدة لكن وجماهيرة كرة في الناحية اليمنى تعود باتجاه جاكوب رامزي ثم بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ كرة ممتازة غارناتشو عرضية لكن بعد ذلك الكرة إلى الأرض حول بايلي وصلت الآن عند إيريكسن ينطلق يحاول يتقدم إلى فان دي بيك باتجاه راشفورد جاء تسلل لا متسلل 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 فينالدو ولكن التغطية ثم كازيميرو قوية ولكن تصطدم وتعدي إلى ضربة زاوية إلى جاكوب رمزي ينطلق رمزي من اليمين عرضية لمنطقة التجاد الحل عن طريق الكرات الثابتة التغطية يحاول يعود إلى الوراء ثم رمزي بعيدة إلى خارج الملعب الطول وتعدي يا رمزي تمريرة بيني ممتازة وصلت الآن واتكنز أولي يحاول لكن ليساندرو في البعيدة غارناتشو يحاول وكرة ومارتينز يتصدى فان دي بيك استلمها أخذها يحاول يتقدم فيها مرارة إريكسن يحاول الآن كرة عرضية رونالدو غير معقول جاكوب رمزي ثم بعد ذلك التمريرة وصلت إلى بايلي بايلي أستون فيلا يتراجع ويعود إلى الخلف رونالدو داخل المنطقة رونالدو يحاول رونالدو على إيمري كرة في محاولة باتجاه راشفورد داخل المانشستراوية يبحثون عن العودة الآن كرة بالرأس لمسة للأمام كازي كازي لكريستيان خطيرة إنسان الحكم الدولي الإنجليزي كرة في محاولة اليونايتد في الهجوم التمريرة باتجاه كريستيان عرضية لمسة لوكسو وعرضية ومتابعة من جانب الدفاع على طول الدفاع جاء كريستيان إريكسن يحاول فيها إريكسن عرضية والكورنر الآن لمصلحة اليونايتد عرضية نحو القائم الأول ثم جاكوب رمزي يبدأ الهجمة ثم ليون بايلي يقود دالوت والعرضية الآن والعرضية لا حلول إلى لوكسو عرضية الشو والكرة العرضية العرضية تأتي والرأسية يا فان دي بيك يسار هذه المحاولة ثم رونالدو تايرون مينكس ودا كازي عرضية فرصة راسية إلى ليون بايلي تغلي اتجاه خطيرة هذه المحاولة واتكلا إلى كازيميرو الآن عرضية كازي وهذه المحاولة لوكسو ينطلق الآن ينطلق لوكسو من الجهة اليسرى وخطأ وبطاقة صفراء
تأخرت المتابعة، لوكسو قوية عودة قبل النهاية، قبل النهاية اليونايتد يعود، ويا لها من عجيجة. غرناتشو الله على الاستلام، تقدم والمرور والتوغل، لكن ما تيكاش، لكن ما ضربة البداية للشوط الثاني. بايلي يا بايلي، ما عنده وقت، بايلي ما عنده وقت، بايلي مع عالية للأمام، دوني فان دي بيك، كريستيانو وين هيك. هنا محاولة كرة باتجاه ماركوس راشفورد، محاولة رونالدو، دالوت وصلت الآن كرة على طريق الناحية اليوم، لكن التغطية موجودة. غرناتشو يحاول فيها، جاي غرناتشو يحاول واحد على واحد يبحث عن المرور، ثم بنز ينطلق يتوغل، كرة عرضية، فرصة ثالث يا رامسي، الثالث في مرمى اليونايتد، رامسي يسجل الثالث لأستون فيلا. حاول ثم كرة عرضية، لكن كاش يتفوق هذه المرة، تبعد الكرة إلى خارج الملعب، هناك اشتباك، وهنا تشولان، غرناتشو الآن إلى كريستيان إريكسن، تمريرة بينية، عودة لوكسو بعد ذلك التمريرة، كريستيان إريكسن في آخر نص ساعة، كرة عرضية نحو القائم الثاني، لكن بعد ذلك شو ينطلق غرناتشو، توغل يدخل داخل منطقة تنس، لمسة في الجهة اليسرى، خطا موكسيان، إريكسن خطير هذه المحاولة، كازيميرو أمام المنطقة في الزخمة، وكرة تعود مرة أخرى، رونالدو إلى دالوت، كرة على مقربة من منطقة لوكسو، وكلها كرات سهلة، كرة عن طريق ليساندرو مارتينز، ليساندرو مارتينز وتغطية إلى خارج الملعب، والأقرب يتقدم رونالدو، حاطة في الناحية اليمنى، هنا المحاولة البحث، كرة ملعوبة طويلة عالية أمام راشفورد، لكن تيرون مينكس وحش اليوم، تيرون مباراة كبيرة، ما زالت قائمة، كرة داخل ممتاز من جانب الأرجنتيني ميليانو، وحكم المباراة ماذا يقول؟ المانشستراوية في الهجوم، وهذه كرة، يا دالوت راشفورد، خطير هذه المحاولة عرضية، راشفورد دي لانجا برا، واتكنز يتوغل، واتكنز يدخل، واتكنز مرة أخرى، كرة للأمام، تمريرة.